الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. بالود والحب نستقبلكم في هذه الاحتفالية المقدسة، هذا العيد الكبير، هذا المهرجان الضخم. كلمة السيد رئيس جمعية المهرجان الأستاذ علي بن سعيد. أرحب بالسيد والي القيروان السيد محمد بوديبة الذي ما فتئ أن يساعد على إنجاح هذا المهرجان وعلى تنميته وعلى إنجاح كل المهرجانات في هذه البلاد. تراث وتنمية ثقافية والمعهد الوطني للتراث وكذلك وزارة السياحة ومندوبية السياحة والديوان الوطني للصناعات التقليدية. وتحية صادقة لكل أهل القيروان ولكل ضيوف القيروان الذين جاءوا من كل حد وصوب للاحتفاء بمولى خير الأنام نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام. هذه المدينة العريقة الطيبة بتاريخها بأمجادها بحاضرها المشرق إن شاء الله بجيبها وشبابها برجالها ونسائها. جبيه ان شاء الله كل عام ونحن بخير وان شاء الله مولدنا مبروك وديما القروان ديما زينه وديما فرحانه بطبيعه نستني وكل عام ديما ان شاء الله من عام لعام احسن. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.